انا كمان نفسي ارجع للحاجة زي عبد الباري ما رجع لوفاء، بس للاسف زمان دلوقتي في معسكر البنات بيقلبوها عليا ويبخوا السم في دماغها. حكيم ربنا يكفيك شر رغي النسوان. انت هتقول لي انت ازاي متخيل انها ممكن تسامحك بعد ما عرفت القرف اللي انت عملته ده؟ دي لو ما سمحتنيش ورجعت لي انا ممكن اموت فيها. انا اللي ممكن اموت فيها. ايه؟ خلاص يا حاج، خلاص خلاص، روق كده بقى، روق. صباح رباح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يحصل كل خير. نوح تعالى يلا نروح ننام ونسيبه ينام. يلا. هو انت فهمت حاجه من القصه دي؟ ولا الهوا طبعا. ايه ده؟ وسع شوي. انا هنام فين؟ ما تتلقح يا عم انت في اي حته. وبعدين تنام ازاي؟ ازاي هيجيلك نوم وانت كسر قلب الحاجه؟ اكتر بنت كيوت في العالم. بنت؟ انت ليه يالا انت مصمم تلغي وجودي؟ تصبح على خير يا عم الحاج. صحيح متربي وسط بنات. اوعي. مش عايزك تزعلي مني يا نيفين، انا فعلا اتعصبت عليكي جامد. هو احنا ليه بقينا كده يا نيفين؟ ليه اتغيرنا بعد الجواز؟ فاكره السنه اللي فاتت كنا مبسوطين ازاي؟ نوح احنا السنه اللي فاتت ما كناش مع بعض اصلا. اه صح، هو غالبا عشان كده كنا مبسوطين. صح نيفين، اسمعيني، احنا مش عايزين نخرج مشاكلنا بره اوضتنا، عايزينها تفضل بينا، عشان هي لما بتخرج برانا بتوسع جامد. هو الحاج لسه قايل كده دلوقتي. ايوه صح نوح، انا بحبك قوي ومش زعلانه منك خالص. وانا كمان بحبك. بس هو انت ايه اللي اخرك كل ده؟ يعني انت عارف كويس قوي ان انا مش بعرف انام غير وانت موجود، وبكون خايفه طول الوقت، وانت سايبني زي الاباجوره في البيت ما بعملش اي حاجه ولا ليا اي لازمه. انت لو بتفكر فيا او تفكر في اي حد غير نفسك يا نوح كنت هتعمل حاجه غير كده خالص، او تفكر في انا عايزه ايه. عمرك ما هتعمل. انا عارف انا اللي غلطان. صح ولا غلط؟ انا لا صح. موضوع هند ده انا مفيش فايده. انا عارف والله مفيش فايده. حوار قد كده انت اناني وتفكر في نفسك زي كل الرجاله يا نوح. وبعدين انا لما بتكلم في حاجه مش بكون بقول اي كلام، يعني بكلمك في حاجه انا طبعا مش اي كلام ولا حاجه. طبعا طبعا. ما وانت من اهله انا كده. ليه يهرب لي؟ يا ابن المجنونة، مين هتطلع؟ تعالي تعالي في حضن زوجك، انا هكسر منهائك. مين هتطلع؟ صباح على خير يا حاجة يا حبيبتي. وانت من اهله يا واطي. يا واطي يا واطي واطي، الله يسامحك. النهارده يا رجاله هنعمل مديتيشن،
هنسلم نفسنا للرياح، هننسى الجاذبية ونخليها تنسانا، هنحلق لفوق زي البالونة الهيليوم. النهاردة هعلمكم درس يوجا تركي اسمه ثبت صنم. مفيش حاجة في الكون هتقدر تفصلنا أو تحركنا أو تزحزحنا من أماكننا. لا نرى، لا نسمع، لا نتكلم، هنفصل عن الواقع. معلش ناخد مع بعض كده نفس عميق. انتمتم شوية كلام بالتركي كده معلش. نساء حائرات أحببت طفلة. نغمض عينينا. رايح على فين يا محمود؟ سلطان صباح الفل. لا ده انا خارج اخد لفتين كده حوالين المعسكر عشان انزل 5 انش من الارداف لانها بهوقت مني تماما. ارداف هات كده. واخد فرشة سنانك وصابونتك وشبشب اللي عليه توم وجيري. سانتا كلوز يا سلطان. ما علينا، عايز تهرب؟ عايز تهرب وتدخل الاتفاق اللي بيني وبينك؟ ايوه يا سلطان عايز اهرب، عايز اهرب. انا لازم ارجع النهارده. انت بتقولها لي وش؟ مفيش لف ودوران حتى؟ ايوه يا سلطان، عشان برج العذراء صريح وشفاف ولا يبخل على من يحب. ليه يا ابني؟ ليه تقصرت معاك في ايه؟ ده انا مديك الجناح الملك تبرطع فيه براحتك، وانا مستحمل ابات مع يزيد بعرفه بادائه الاوفر. احسن اكل باكلك، احسن شرب بشربك. انت ما قصرتش معايا يا سلطان، بس انا لازم اشوفها النهارده. زي ما انت عايز توصل لقلب كارما، انا كمان عايز اوصل لها. مالكم الكارما؟ انا مش كارما يا سلطان، بطل غباوه بقى. انا بتكلم على الحاجه. حاجه؟ هو انت للدرجه دي بتحب التانجا؟ لا انا بموت في التانجا يا سلطان، بس انا برضو بحب الحاجه، ولازم النهارده اروح اصرح لها بحبي. السبب اللي كان مانعني خلاص راح، هتطلع من الحج ومن النهارده هتبقى معايا انا. يا ابني بس دي ملفايه كبيره في السن. الحب ما يعرفش سن يا سلطان. وشعرها لونه رزي والله ابيض باين. الحب ما يعرفش شعر يا سلطان. بس انت لو دماغك يعني في السن ده وكيفك كده ما تدوس مع الداده. الداده ايه يا سلطان؟ الداده دي قد امي. وبعدين البنات في المعسكر دول كلهم اخواتي، احنا متربيين مع بعض، رضعين على بعض. ايه القرف ده؟ يعني ايه اشكطوا على بعض؟ ايه يا سلطان القرف ده بقى؟ بطل غباء بقى، ركز معايا. الحاجة دي الست الوحيدة اللي أنا شفتها في حياتي برا المعسكر، وزمانها يا عيني دلوقتي مجروحة ومكسورة. أنا لازم أروح لها، أنا اللي هعرف أداوي الشرخ اللي جواها. وأنت عشان تداوي الشرخ اللي جواها تشرخني أنا؟ يا ابني أنت لو ظهرت هتبوظ علاقتي بكارما. حرام عليك يا سلطان والله العظيم، حرام عليك. حس بيا اللي جوايا يا أخي، بطلت بقى أناني. حس بيا، أنا بني آدم برضه. إيه ده محمود؟ اهدى مش قادر، مش قادر. اهدى بقى، مفيش راجل يعيط بقى، خلاص اهدى اهدى اهدى. طص وشك مش هترم. لا رمل، لا معلش. خلاص عنك ما طصيت، تعال تعال يا حبيبي. بس مش هتطص وشي. خلاص يا عم بقى، خلاص تعال. احب بقى يا سلطان، وانت عارف ان مرايه الحب عاميه، مش انا اللي هقول لك. طب انا ايه ده؟ اهمال الرجاله نايمين في وضع الشحاته كده ليه؟ قوم يا ابني انت وهو فوق. محدش هيسمع كلامك السلطان، انا مديهم درس يوجا تركي يمشي عليه. هما دلوقتي منفصلين عن الواقع، لازم انا اللي اقومهم. يا شباب العشق الممنوع بكره في نفس الميعاد. تعال 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 يا محمود، تعال تعال يا محمود. حرام عليكوا، حرام عليكوا، انا ما عملتش حاجه. حرام عليك يا منى الطلاع. حرمت عليك عيشتك، انا في الاحكام ما اعرفش امي. مين اخذ قرار اعدام ميلاندا؟ احنا منتظرينك ومحضرين المنصه، ولا انت ليكي راي تاني؟ طبعا ليا. ميلاندا ملهاش اي ذنب في اللي حصل. لا ليها ذنب يا قائده، الهانم خبت علينا ان ابوها راجل. ايوه ما... انت غبيه يا بنت. انت امال هيبقى ابوها سنجاب؟ ما اكيد ابوها راجل. فكيها من طال. طب اخد القصه. بس يا كارتا انت اللي همك على شعرك، نفذي الامر. اوامر يا قائده. فتيات فكوها من الشلاحات. اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ دي بنت مين؟ بنت تسين؟ بنت الكلب. هوصلك لو تحت. اعري 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 الكلب. انزلي اعري. انزلي انزلي يا عره. بطاقة تيمور، تيمور
رخصة ألفونسو صبحي حنين، مركز شباب الجزيرة، نادي الجزيرة. تخسر يا وائل يا كفوري. تكسب يا نوح باشا. تلعب على بنطلونك؟ ألعب. بقالة الأمانة نصح السروجي غدا إبراهيم. انت هتخم يالا، من امتى عندنا بنات في الكوتشينة؟ ما خلاص سلطان باشا فتح الماسورة ونقطت مليطة. هو سلطان ده تهبل ولا ايه؟ طب حس كده بقى هياتم. ايه الزيطة دي؟ هو الواد يزيد عامل مسرحية جديدة ولا ايه؟ جايب لنا واد جديد كده ماتني. طب يلا نياخ. انت قلت ماتني؟ على الاخر. شنب وبرتقاني؟ مش ماشي وعوده فرنساوي. اسمه نيفيهان؟ لا انطوان. انطوان؟ روحي يا وليه هاتيلي مية بملح احط فيها رجلي. ليه ان شاء الله هتخلي ليهم؟ ما تلم سنك يا وليه بدل ما اقوم اكسر عظمك. الله تكسر عظمي مين يا حيله؟ يا ايحه يا تليحه يا صايعه يا ضايعه يا ناس. ده لا يمكن يكون روسي ابدا. فتش لي يا ابني انا بسرعه. انتوا مين؟ مباحث الكوميديا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وعايزين ايه بقى ان شاء الله؟ جاي ندور على الافيهات اللي بتخبوها. بس انا معيش افيهات. امال ايه اللي في جيبك ده؟ مش افيه ده؟ هتيجي معايا الاسم ولا ترقص لي؟ لا ارقص لك. ترقص لي ترقص لي ترقص لي. ارقصك 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 ارقصك. بس نيفيهان. نيفينوف انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بمثل يا نوخ. نوخ؟ انت بقالك ساعه بترتاحي بالعربي وجايه تقولي لي نوخ؟ انزل من عندك. ينزل ايه بس يا اخو القائد؟ ده لسه الرقص هيبدا والدانس هيحلو. ايوه ارقصي 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 ارقصي. وشي انت ترقصي لي قدام الرجاله يا نيفيهان؟ عامله لي فيها سما المصري؟ في ايه يا نوح؟ ده تمثيل على فكره، وبعدين دي موهبه ربنا مديها لي. اديها لك امتى ان شاء الله؟ اكتشفتي امتى انك بتعرفي تمثلي وترقصي؟ اما فكرتي ترقصي لي مره من ساعه ما اتجوزنا. طيب انا كنت زهقانه قاعده في البيت مش بعمل اي حاجه بين اربع حيطات، فقلت انزل امثل عادي. السلام عليكم. عايز ايه يا زفت انت كمان؟ معلش بس يا استاذ نوح باشا، بس يعني عايزين الاستاذ انطوان عشان في مشهد اغتصاب. مشهد ايه؟ اغتصاب. طب اسبقني انت على البيت عندك وانا حاجة اعمل معاك مشهد الاغتصاب بنفسي. ده شرف كبير لينا قوي يا باشا والله. قول يا ابني الكومبارس. يا اللي امك سنيده، هي بتتشدب كده مره. ليه يا نوح تعمل كده؟ ده اهم مشهد المسرحيه كلها. تخيل انت يعني اربع رجاله بيغتصبوني وبيقطعولي كل هدومي وانا بقى بحب. وليه مسرحيه؟ ليه ما احنا فيها؟ انا هنا اغتصبك واقطع لك هدومك وارقعك علقه يا نيفيهان تعلمك العفه. كده يا نوح تعمل فيا انا كده يا نوح؟ انا عايزه اروح، انا عايزه اروح للبيت. يا نكدي يا نكدي. ايه يا ولاد؟ بس في ايه؟ صوتكم جايب لغايه ميدلة زغلي. بس يا حاج بس دي كفاره سيئاتي. تبقى زوجه صالحه. ايوه لانها بتشيل عنك ذنوب. تعالى بس تعالى. لا مش جاي. تعالى يلا اتحرك. روح انت يا بنت الحياة معادك عشان مشهد الاغتصاب ما يروحش. اترزعي هنا ما تروحيش حته. مالكش دعوه انت اطلع. راحة اطلع.